الاول ثلاث مواضيع انا هتكلم فيهم مع حضراتكم، منهم موضوع كابتن ابراهيم نور الدين. كابتن ابراهيم نور الدين تم الاعلان عن تعيينه حكما للقاء النادي الزمالك ونادي الاهلي. مش هقول الاهلي الاول، هقول الزمالك اهو لانه ماتش الزمالك. طيب هل انا عندي اعتراض كاسلام على او كمحب للنادي الاهلي على كابتن ابراهيم نور الدين؟ كابتن ابراهيم شخصيه كويسه ولطيف بيمثل شويه، هديله بس رساله بس في الاخر، لكن كابتن ابراهيم يعني من الحكام الجيدين او من الحكام الصفوه اللي موجودين في مصر. خلاص انا بس بحط الاول اساس عشان امشي عليه، بحط لحضراتكم اساس علشان نتكلم فيه. بكره مباراه اهلي وزمالك، مباراه صعبه، مباراة مهمة للفريقين. الاثنين عايزين يكسبوا سواء أهلي أو زمالك. الأهلي البطل دايما بيبحث عن الفوز والعودة من جديد للتصدر وتعويض المباريات المؤجلة والكلام ده كله. أيضا الزمالك بيأمل في تعديل موقفه والاقتراب من أندية القمة، ولما يكسب الأهلي الدنيا هتبقى زي الفل والكلام ده كله. ولكن السؤال هنا، هل المباريات الكبيرة بتحتمل التكريمات والمجاملات؟ ولا ولا لا؟ على فكره انا هنا ما بعاتبش ولا بقول اي حاجه، ولكن انا بسال سؤال، هل مباراه اهلي وزمالك يا جماعه تحتمل المجاملات والتكريمات؟ بالنسبه لي كراجل مشجع اهلاوي، ولو سالت اي حد زملكاوي برضه هيقول لك نفس الكلام لو هو عادل في كلامه يعني. لا طبعا لا تحتمل. في لغط كبير جدا جدا على طاقم التحكيم بتاع بكره، كابتن ابراهيم نور الدين وطاقم التحكيم اللي معاه. انا مره ثانيه وثالثه وعشرة، انا لا اشكك في كابتن ابراهيم نور الدين، ولا هقول لك ده حكم كويس ولا حكم وحش، ماليش علاقه، ولكن انا هتكلم في وقائع سابقه، في وقائع سابقه. كابتن ابراهيم نور الدين احيانا بيكون خارج تركيزه وعايز يكون دايما كابتن ابراهيم، مشكلته دايما ان هو عايز يكون البطل، هو يعني الكاميرا عنده فقط، ما يعرفش ان معاه 22 لاعب تاني وجمهور، فدايما بيرتكب اخطاء مش هقول تضر النادي الاهلي فقط، ولكن قد تضر الفريقين. يبقى من وجهة نظري كان من الممكن أن يكون الابتعاد عن الكابتن إبراهيم نور الدين هو أهم شيء في هذا الأمر، في هذه المباراة يعني. طيب هل ده هو السبب الوحيد عشان لجنة الحكام ما تختارش كابتن إبراهيم نور الدين؟ لا، في أسباب أخرى. طيب كابتن إبراهيم نور الدين مش إسلام ولا جمهور الأهلي ولا لعيبة الأهلي ولا أي حد. كابتن إبراهيم نور الدين نفسه أعلن اعتزاله التحكيم بنهاية هذا الموسم، والناس اللي حواليه بيقولوا أنه هيعلن اعتزاله بعد نهاية هذه المباراة، وتكون هذه المباراة هي آخر مباراة ليه. طيب يعني مباراة الأهلي والزمالك، الديربي الأول في الشرق الأوسط والوطن العربي في مصر، حضرتك كلجنة حكام وكاتحاد كورة جايبين حكم لتكريمه. يعني التكريم ده ممكن حضرتك يخلي الحكم خارج عن التركيز، ومش مهم النتيجة ولا القرارات والحاجات دي كلها تخليه يرتكب أخطاء، والأخطاء قد تكون على حسب أو على حساب أي من الناديين، مش هقولك على حساب الأهلي، ممكن تكون هنا وممكن تكون هنا، ولكن أنا هنا بتكلم عن النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي دائما عايز حقه، عايز العدالة، لا يطلب أكثر من العدالة. يعني بقول لك لو في ضربة جزاء على النادي الأهلي احسبها، ضد النادي الأهلي يعني احسبها، ولكن لو في ضربة جزاء للنادي الأهلي برضه احسبها. وفي نفس الوقت أنا كنادي أهلي وكجمهور النادي الأهلي مش عايز أدفع ثمن عدم تركيز الحكم المعتزل. انت بتقول يا اسلام، والله هذه هي الحقيقه اللي قالها كابتن ابراهيم نور الدين او قالها مصر كلها تعلم هذا الامر. طيب